بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. ودرسي قيل لبعض منظومة بيغوني. قال البيغوني رحمه الله: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل، قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكٍ ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقد وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلس النوعان. الحمد لله رب العالمين، وصلى على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد وعشر كيلو بات وحكب الله بنيا وما بسمع كل راوي وما شيء يتصل ذا سلوكود بيسا يتصل حرير سنة مركا الإنشادين سحاديسا وما بسمع كل راوي يتصل للوزن إسناده للمصطفى فالمتصل. لكن مركا لقبينين وحلين هاي وما بسمع كل راو يتصل أي وما يتصل وححر السنة إلا وفعل مضارع مرفوع لتجرد من الناصب والجازم وما يتصل حديثك حر السنة سند كيس بسمع كل راو وما يتصل إسناده باكاس إسناد كاس فاعل كيسية وما يتصل حديثك وحرس ما حديثي ونقنيسه ما حديثي ونقنيسه إلا أنواع ذي حديث كان كسوه هذلين وما حديث يتصل إسناده إسنادك يسوء حرر سنة إسناد كان ورق سنة كجيرة عن فلان عن فلان سنة صور الشيخنا محوكو حرر سنة بسمع كل راوين راوي كستقو مقلي وعمل فوقه وكمقلي وقدر إلا هذا البخاري مركو حدثنا قتيبة أولية بخاري قتيبة وكمق قتيبة مركو حدثنا مالك أولية مالك وكمق لقتيبة حدثنا نافع مركو مالكية نافع وكمق نافع مركو ليه هاي حال ابن عمر ابن عمر وكمق ابن عمر مركو الرسول كورنا وكمق سما مركا حديثك سندك أو حريره مقرأ بسمع كل راوين بسبب يسمع كل راوين عمن فوقه يا قدر نينك سور راي وحكم اغلي نينك اسغ كسري الى رسولك لغغار للمصطفى للك معنى الى وا نبي لغغار فالمتصل ايا ليرا هل كان حكم وقته بيغوني متصل كي مسند انه اسكمد كد او سند حرسد او رسولك حقيسا لغا غار او حرسدن مسند نوال يرا متصل نوال يرا لكن للمصطفى لو موافق سنه هو حاليا متصل وحال يرا سند كي حريره قد وربها كو دمار اما صحابي ها كو دمار اما نبي ها كو دمار ساسال يرا كاسا متصل يرا. ولذلك سود وحلي مرفوعا أو موقوفا إذ يتصل إسناده الموصول والمتصل حديثك مرفوع حق هذا مرفوع حق هذا كان يقول له تير أو موقوفا أو موقوفا هذه إذ يتصل إسناد إسنادك سدوا حرس من قطع وسكجري الموصول يا لله هذا متصل ما لله هذا لبضه
halka marka waxaan ka fahmayna lil mustafa uwir walaga xog badin oo macnaha wixii sanadkiisu xariiro ama nabiga loo tiri ama saxaabiga loo tiri maxalada muttasil laakin musnad haddii aan dhahno si aan soo marnay waa shaygii marfuuca sanadkiisuna uu xariiro ama muttasil marfuuca iyo mawquufka waa ka dhexeeya hoos marka muxuu kugu qoray wamaa bisamci kulli raawin yatasil isnaaduhu lilmuntahaa falmuttasil oo ku qoray wamaa yatasil isnaaduhu xarisa bisamci kulli raawin lilmuntahaa cidduu ku dhammaado sanadkaasi sawaa-un kaana saxaabiyan aw annabiya sal allahu calayhi wasalam muttasila la yidhaahda ciraaqaasi waxuu dhahay وإن تصل بسند منقورا فسميه متصلا موصولا سواء المرفوع موقوف سواء الموقوف والمرفوع ولم يروا أن يدخل المقطوع هذا السند حرير سن هذا هو رسل متصل ده أما موصول ده مرفوع يا موقوف واسكمت لكن مقطوع ما قالها سي صحيحة مقطوع وهذا الكتابعين marka muttasil iyo ka dhaxeeya xadiidka marfuuca iyo xadiidka mawquufka ah oo sanadkiisuna uu xariiro marka asagii musnadka farqi u dhaxeeya waxa ay musnadku wuxuu khaas ku yahay xadiidkii nabiga loo tiiriyo laakiin muttasilu sanada soma muttasilna wuxuu ka dhaxay waa caam generaal ka jenaalsan yaho xadiidkii xariira oo sanadkiisu uu xariiro sawaa nabiga ha loo tiiriyo ama saxaabi ha loo tiiriyo maxaa la yidhaahdaa muttasil marka muttasilka ka guda weyn marka oo wuxuu shamlinayaa marfuuci iyo musnadka laakiin musnadku khaas ku yahay xadiidku in nabiga loo rafciyo uma haddana waa inuu sanadkiisu xarirsado muttasilku sax sanadkiisu waa inuu xarirsado laakiin sawaa rufaca ila nabiya sal allahu calayhi wasalam nabiga ama ha loo tiiriyo ama saxaabiga ha lagu joojiyo taa maxaa muttasil marka waxaa ku fahmaysaa muttasil marfuuca iyo mawquufkaba waa ka dhexeeya musnad iyo ku khaas yahay xadiidkana ku khaas yahay laakiin waa inuu sanadku xariiro marka waa kugu dhigay wamaa bisamci kulli raawin markaa laqbeynta waxay leedahay wamaa yatasilu faacilkii waa kaas wamaa ay macnaa xadiid wamaa xadiidkii يتصل إسناده ذا سبط فاعلك يتصل إسناده سو كو حرسنا يانا بسمع كل راون أي بسبب سمع كل راون راوي كسو أو مقلي عمن فوقه مقر للمصطفى ماشي للمنتهى عداس أو حديث أو كورا ما هذا أما نبيك هذا أما تابعك هذا هذا فالمتصل ماشي للمصطفى للمنتهى يتبدلس منتهى ماشي كورا ما هذا سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كان السحاب أما موقوف مقطوع أو تابعي ما قلنا أستاذ صحيحة نعم هاي مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما وبعد أن حدثني تبسما لو ذا بدلو بدو معاهم متصل يا مسند ايغه وحواي وصفات الاسناد اسناد كون بي كشكاين مغر متن غير صفه دي سن هو كو جيرتاهو الا دينعنا وحو كو قيدا انو مرفوع يهي دينعنا مرفوع يو موقوف او كو دهين مركا تاس ايغه لبداس حقاسي مسلسلك وشيء macnaha isku qaab ku socday wa one way system wax ku socdo asaga dhamo si u soo rogaal celinayo hal dariiqo ku socda ma garan markuu xir musalsal xadiidka musalsal la yiraahdo qul waxaad ku tiraahdaa fii tacriifihi aa u qadara tacriifkiisu waxaad ku tiraahdaa maa ataa wixii ku yimaado waaye calaa wasfin hab wixii ku yimaado tilmaan qaab magarad wey wey ku imaana oo tilmaana tilmaanta ama qowl ha ahaato ama ficli ha ahaato midl waxaaba ka mida
sifada qowliga inuu xadiidkii markuu warinayo wuxuu yidhi qaa'ilkii xadiidka warinayay amaa wallaahi amaadan alaa bimacnaa alaa istiftaax waay amaa wallaah ilaahay baan ku dhaartay alaa hooy saas oo kale waay amaana sidak waa istiftaax warkaa lagu furfurta amba'anii waxaa ii sheegay alfata imaamkii rag ahaa oo xoogan macnaha waxa weeye sheekhii xadiidka uu ka wari ayuu ammaanay wuxuu leeyahay hadda sheekh waxaa ii sheegay thiqa ah oo biyo kama dhibcaa ee asagoo kale aan la arkin oo la maqal sida bukhaari markuu leeyahy xadatnaa musadad wahuwa kasmihi uu leeyahy musadad waa wixii la toosiyo soomaa sida magaciisa iyo isaga dhanba u toosan yahay uu leeyahy marka waxay dhahaan waxay ka mid tahay dariiqada culimmada qofka sheekhiisa markuu sheegayo inuu ammaan ama zimanka waxaa soo baxay ilahan ka magan kalno dadaa aqoontoodaba iska yartahay mashaa'ikhii cajalada ka dhegaysanaya markuu ka faa'iidaysta hadhow casharkiisa markii maadu ku caayaa sheekha dhexdiisa uu ka soo faa'idaysta cilmigaas maa barako yeelana ama sheekha xalqada ugu imaa meelahaasuu ka faafaa'idaysanaya hadhow isaguna tashaya barakadii sheekha xataa haddaad ka dhegaysato ashrido qofka sheekhaaba inaa umahad celiso tiraada cilmigaasan kaa faa'iisan laa mubaarak shekhusoo dir laakiin cilmi tooganimo oon sheekhii loo ducaynayn adigana hadhow cilmi kuu noqo ardaagana saasu kuu gala ardaagana saas kuu gala haddaad kitaab akhrisato culimmada inaa u duceyso darsi haddaa ka dhegaysta waa inaa u duceyso sababtoo ah culimmadan rasuulkay kugu xirayaan calayhi salaatu wasalaam taraajumtoodii axwaashooda inaa baratid wa soomaa marka waa sunnada iyo dariiqada ahlulcilmiga inay culimmadooda ay cilmiga kasoo qaateen ammaanaan oy weyneeyaan oy u duceeyaan oy qiimeeyaan ama dariiqada dadka hadda qaarkood ay qaateen oo culimmada in la caayo ama la inkiro jaxdi wanaagooda arrin aada fool xun waa dadka noocaasoo kalena ma aflaxaan ilaah kuman kal marka anbaa alfata waxa ku wadaa alcadlu adaabitu asaadiqu ashujaac sheekhi ragga ahaa ee cilmiga iyo camalka ku xoog badnaa ayaa ii sheegay raawii kale muxuu dhahaa anbaani lfata sheekhi caadilka ayaa ii sheegay ilaa sanadka saas oo kale marka sifadaas oo ammaanta sheekh ay ku soconaya ilaa laga gaaro maa ko waa qowliyaa la yidhahda kadaaka waxaa lamida sifo oo ficlihi oo kale inuu xadiidkii markuu sheegayo ku talsulo qad xadathanihi waa ii sheegay qaa'iman isagoo taago markuu xadiidka noo sheegay uu istaagaa sheekhiisii markuu u sheegay waa istaagsana ilaa haakada qaabkaasoo ku waxaysta oo bacda an xadathanii markuu xadiidkii ii sheegoo tabasama ii dhoola caddeeyey oo u farxo ii soo dhoweeyey macna waa sifo ficli marka musalsalka siisa waa wax silsilad ku socda jayn ama saa u gadoomaya qaab isku mid ah macnaha nin walba sheekha mathalan mucaad bnu jabal xadiidkii nabiga wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa mucaad inii uxibuka waa ku jecelah faqul fii dubiri kulli salaat ow falaa tadac fii dubiri kulli salaat an taquula inaad tirahda allahuma acinnii calaa dikrika washukrika waxusni cibaadatik nabigu saasuu ku yidhi mucaad ninkii ardaygiisa wuxuu ku leeyahy inii uxibuka falaa tadacan an taquula dubura kulli salaat allahuma acinnii cala xadathana bihi rasuulu llah sal allahu calayhi wasalam ardaygii mucaad asna ardaygiisaasoo ku dhaha xadathanii bihi mucaad can rasuuli llah sal allahu calayhi wasalam wahaakada xadiidkii dhammaa waxaa u horeeya inii uxibuka falaa tadacanna aw faqul dubura kulla salaat allahuma acinnii calaa dikrika washukra marka kaasoo kale maxaa la yidhahdaa tasalsul qowli ah isagu wuxuu ka cabiray taasoo kale mitlu amaa wallaahi anba'ani lfata xadiidkii markuu warinaya ardigiisa wuxuu ku leeyahay amaa wallaahi baan ku dhaartay anba'ani lfata xadiidkan waxaa ii waramay sheekhi biyo kama dhibcaanka ah ee xoogga badnaa shaabka ah asagoo kale aan la arkama kii kale amaa wallah anba'ani lfata saasuu ku socsocona uu ku leeyahy ama sifo ficli sifooyinka ficliga waxaa ka mida xadiid xadiidu turba la yidhaahda
ومسلم كجيرة أبو هريرة مركون وحكرها شبك رسول الله صلى الله عليه يدي أبو شبك بين يدي أبو القاسم نبي عليه الصلاة والسلام أقعميس قعميس أسود حكي ليش تشبك وأساس لا ضبط عفرا قفك لا تو كان هذا الشيخ أنا وكان تشبك وأساس قفك القف فريز إنه حكي لي مركو بركاس وقال النبي بحير خلق الله الأرض يوم السبت أيوة أبو هذه حديث الأسوق خلاف سنين والقوم ما قرأت صوت الجمعة حديث صحيح جمعة إنه خلقه وقام لكن مهم هذا نقاه صحيح حديث كس حديث يضع في جسدك كما هذا اللي ينه تشبيك هذا مركز أبو هريرة أرض جسمه كوري كعمان صوت تشبيك وليها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله الأرض يوم السبت أرض يك الأساس إلى بخاري علماء ذي مسلم علماء ذي كتما مرنا واحد إسراعي كرقول كي يفعل سيحديثك وكل النبي وحوله عليه الصلاة والسلام لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره قفكو إيمان كمردن سناي إلى أو كرمه يقدر خير كثير شرك يحلو مره وأركان الإيمان وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم مركو حديث كده مي وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت كسوسع وقبت وقال آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره صوما أنا سمركو أردق يسوي شيء إحساس وهكذا ساسو كنت سلسل الحديث نوال بقى مركو أو حديثك أو شاكو أو يرى حدثني فلان حدثني فلان أيوة مركا جرك أو قوانها مركا سو إليه هاي آمنت بالقدر خيره وشره وحلو مر مركا فعل أو قبض يمحو كل مية يقول آمنت بالقدر هذا كلام مركا أسو هذا حديث محو مدهر أو قولي محو مثال كدكتي سيدا حديث معاذ أو كلا إنه أحبك أو كلا وحكاية تأسق مثال قاعدة أما والله أم بأن الفتاة حديثك مركو شيء قام حوليها والله أنا الحديث كان شيخ بلاي أو بلاي أنا ليه هنا شيخ يعني الأركك وأسوى كلا أنا لما قلنا مسدد كسمي سيد بخاري ويره عائشة كي كلا قال حدثني فلان ساسو كلا أما والله أم بأن ساسو فصعنا يا مركو صفة قولي كذاك وحاكم إذا صفة فعليه إنه يره قد حدثني قائمة حديث كان أسوق استأجروا إيه ورما أصلاً أردقي سي أسوق تأجروا ورما أردقي كل أسوق تأجر ساسو كنت سلسل الحديث أو بعد أن حدثني مركو إيش اللي تبسم مع أيو مارت إدولة الله وحاجر واحد هذا متصل بالأولي حديثك الرحمن يرحمهم الرحمن وحلي أول حديث سمعته من فلان مثلا حديث كأساس أو مقلة من شيخ إيمان سنة كيسا تقان حما حديث كاس إيشاء قال لي ذا سنة كاق إيتح الرحيم يرحمه الرحمن أذيقار أرضي بالله كل ما يساء أرضي قاسنا أرضي كان حديث كهراء وإيشاء وحنا قنا الرحيم يرحمه الرحمن مركا أول حديث سمعته من أولا شيخ خاص حديث كوري وحقا حديث كان مركا حالة متسب الأولي يعني أذيق الشيخ قال لها أتك قاضي حديث كي أتكلم قشكاسوها مثلا وهري شيخ أبونا شيخي سحديث كي أكمل قلكاسوها إلى أساس مرك أو قصة عذ مرك إلى سفيان بن عيان يقول ما ذايدا وحاجر مسلسل بسوء بقراءة الصف وحديث كي عبد الله بن سلام حول أنا كصحابة أيام فريسان مركاسا أن مارتي كفكرني عملك إلهي جعلي أن حمر فل مركز وحاسود دكتي سورة صف سبح الله ما في السماوات والأرض العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون مركز نبي نبو أخري هل حديث كاسقف له مركز ورنا أيه سورة صف على آخرنا مركز حديث قال الشيخ مركز وحيو كترسل بقراءة سورة صف هذه أرضا مركز وشي غيسو حديث كمركز وشي حيو سورة صف على رمينا ما قرأت محادي جرى سؤال معي قال محا سورة الصف يا لما تقولون لما تقولون هني جمك أردها مركب واسد أسمع كلامه
marka mustansir waxa way wax oo qaab rugmanayo oo sidiisiyo ku socda ila sheekh ba ardaygis ardaba ardaygis ardaba ardaygis oo saa rugman faa'iido u leeyahay waxa ku silay mazid dhabt in xadiid ka soo مسلسل الحديد كمسلسل إيران قل وحاتر هذا تعريف كيس وحات كتر هذا ما على وصف ووحي تلمان يهب أتاكو يماذا هو مثل أساقا وحو وكالقا يسمى قولي إيا فعلي سفاضي إنا يهال ردها إيتاي إيا فعل أولا سمي إيا لبضو دو إسلجر مدى قولي وحاكم إذا أما مركو حديد كوروح وكولي أما والله أنبان الفتاة وحايش يا ninkii xoog lahaay oo thiqad ah ama ficil oo sameynaho kalaaka waa xadithani qaaiman isagoo taagan uu ii sheego sheekhiisana isagoo taagan uu sheego wahaa kada saas oo kale oo bacd an xadithani markuu ii sheegay tabasama oo kale marka ficilka waxaa la mid ahaan dhahnay ma garatay sidii xadiidkii tashbiiq shabaka bayna yadayya abulqaasim gacanta gacantidiisa u dhex geliyey وقال وحول هاي خلق الله الأرض يوم السبت لبدا إسلي جرتنا محمد هني حديث كي أنس ونبي عليه الصلاة والسلام لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حل ومر أنت أسمر كوير وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم كركو قرتي وقال آمنت بالقدر مركا نول بركو أردجي سوشيغيو أنت وقرك قوتو حلاي آمنت بالقدر خيره وشره مرك قول إيه فعل إسلا صعلا أيوه مرك كتسلسل حديث كاسل هاي لما بيدو معاوة برقى عام برتلا واسويس مرك استوى حوي مسكح إذا كمان نقول جل مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى كذاك قد حدثني قائما وبعد أن حدثني تبسمني هل كاسل محان وقب حني مسلسل وحي الشيخ عزيز مروي اثنين او ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة مرك الانشاء ذينا ايوه اصل وحوها عزيز الا هو مبتدئ ان لا شغل سي الا بقد خبر كذا مروي اثنين ان لا يراه ويأذن لك ايضا الشيء لكن محدي ذي بيتك عروضه كل سنة قاب موسيقى عمله كل سنة هذا هو مركز دي القافة إيمان هاي هدي عزيز مروي اثنين أو ثدي هذا شعرك تفاعل كسي مستفعل مكو إيمان هاي بحر رجسكي حقا وحق دحاي مارتي دي القافة دحاي مركز اللي إنشادنا وحليلة عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة لكن مركا لقبانين سيدة عاد أخرى حلينا عزيز حديثك عزيز ليه هذا مروي اثنين لبو حقي وريان أو ثلاثة أما صدى وحقي وريان مشهور حديثك مشهور كلهانا مروي كأي وريان وي فوق ما ثلاثة دو حقبا هل كان صدح ذان عزيز كود هي مشهور هي غريب نوع إيمان دون هي متواتر عن كتاب كان لوشي لكن نقبها لوشي أفر تاس مركو هاري أخبارتا سيدة إي نبوسو قارن عن طريق وصوله إلينا إنو أسانيد بدن كبوسو قارتو هي أسانيد كابن إنو كبوسو قارتو أيها وحلاقة بيا متواتر إي أحد متواتر وأوحي فرب بدن طرق بدن سيدة حديث كمن كذب عليه متحمدا تضبات صحابية كبدن أوليس تاسو كلا متواتر طرق بدن هذا طرق كابن وان تواتر كجاري نقصه جار أحد الليرة هذا كل أحد كصد حق يبوضو كلن سنة غريب عزيز مشهور غريب قالوا كاك يردنا وقول غريب ما روى راو فقط لكن ويسهلشين إنهم سيسولهم جروب جروب هنسو هلشين مركا أحد كي صدح يوحي كبدن وحي وريان محل يرغى مشهور لابا وحي أي ورس محل يرغى أن صدح قارن عزيز
هل طريق وحكي ماذا غريب عليه شيخ مركا ندم جيسا حقا كجر أسوي حويل عزيز مروا اثنين أو ثلاث عزيزك والله وحي ورد عم الصدح مركا أو ثلاثة أسأل الديدية أو حلية ثلاثة دوقار مشهور من قنايا إن عكلنا وحير مشهورنا مروي فوق ما ثلاث صدح وحي كبر كاسنا صدح بها دوقار وحلية مشهور ولذلك هاصة محيو كبوق وري مركا إيمان تمعركا يسأل حوقا صحيين عزيز مروي اثنين يا بحاث مشهور مروي عن ثلاثة عزيز مروي اثنين عزيز والله وحي ورسي بحاث نكر علمك بحثنا يوم مشهور مروي عن ثلاثة أو يصدح له هو اليوم تاسع مركز صحة سودا سكر محويل مركو غريب يا عزيز يا مشهور مركو بابست الأول المطلق فردا والذي له طريقان فقد خذي واسم العزيز والذي رواه ثلاثة مشهورنا رآه قوم يساوي المصافير وحول الأول متكهري المطلق فردا وفردك مطلق وغريب والذي كي له طريقان فقد لنا له أسقى خذ وحققاته واسم العزيز عزيزكم مقعاب والذي رواه ثلاث مشهورنا يا ليلى مركا اذا هل كان محان كسحنا وحان لنا عزيز ووحي الله وقتي ورس مقر صد حدي قارتنا مشهور ومقنع ايه وحي كبدا ومارتي ان تواتر ان قاري هذا تواتر قارنا خلاص قارنا وحي مشهور وحاك حاجة مستفيد وحلى يراهاو وحي صد حي وحي كبدا مستفيد يا قارن وحكولين مشهور كي مستفيد قاسكم لكن مهم هذا عن رأي ماشاء إنا فهمان إنا صدح ذا مجروب كالبتا أو مركر وحد ليذين هدو مخباك وارك دونتان إن شاء الله سيقنا دورة سعر وكلام قبل دونا إن شاء الله مركو هرى خبرك لنا أونوية ما هذا بكثرة طرق أو قلتها طرق بضان أونوية طرق ذا أسانيدة لوغة جيدة طرق بضان أما ميديا إيه وحلو قيبيا وحد أروق بدن كي ماذا أسانيد بدن أو كل دون كي ماذا صحابي بدن تابعين بدن رواة بدن إيساو وريان محلنا هاي متواتر وحد أروق ذي سيكوا بنتان محلنا أحد واتاس أحد كي صدح قيب غريب وأنا إيمان دنا وحي هل دريقنا لوك لك لي هل لوك تاغي سوما مشهور عزيز والله واللغات له مشهور نواسد حلوغات ويحي كبطه ويحي كبطه والمتواتر قال ان قارب حلي مشهور والاسكير المصفيل نواليه المصفيل مشهور واسكير دوم ويحي كبطه محلي هذا متواتر هذا عزيز ونوغهر مريم وحديث كي لبس لبس سند يبكي معنا ما هن اني لبس سند او ولا تحن ايتها لبلغات ee macnaha meesha ugu yar ayaa laba dariiqo meesha ugu yar sababtoo ah fanniga meesha ugu yar xukunta marka kaas mas'uul yahay aziz aleeyaa laba haday waris aziz maxaa loo yiri waxa loo yiri waa yar yahay xadiis oo maartay oo laba dariiq oo kaliya ku yimi waa yar yahay xadiis ama mutawaatir ka xoga ama ahad ka ama mashhuur ka akab kan waa yar أما وحلوي العزيز وإسحوتنا حديث كسو حط طريق لها هي صحيحة طريقة كلا دي أتماد حديث كي وحن قنية أقح وحن قنية وحو قابي يا مر مثال كبحيان حديث عزيز ملا أركا واجر حديث وحاجر عوضة تقانان محبة النبي عليه الصلاة والسلام سنبابه صلى الله عليه وسلم وحديث كأبو هريرة آنس إيوريان لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي وولد من ولدي ووالدي والناس اجمعين قفكين مرمايو الى او اجعلاده ابيهس يئنك سيدكونه مسلم يا بخاري وحي كوري انس بخارينا ابو هريره انس لبدا هو كوري لبس صحابي انه تهيسنا ابو انس ايو ابو هريره
أنس وحاكوري قتادة من الدعام السدوسي يراوي كل ذا عبد العزيز بن الصهيب وأرددي ساكمل قتادة الله كلا كسي ورسي قتادة وحاكوري سي شعبة يسعيد بن أبي عروبة الليلة عبد العزيز بن الصهيب من إسماعيل بن عليا يا عبد الرزاق عبد الوارث بن سعيد التنور الليلة إسماعيل بن عليا ورقه حفاد ووين شافعي مشايخ سكمدي أو كوري يا قميض ولينا وهو يديس أسقوا الديد جرين ليرا إسماعيل بن إبراهيم ليرا مركو شافعي كبرنا وحده جري حدثنا إسماعيل إسماعيل الذي يقال علي سي وقف على سق الشيخ إس وحول بسنة هي وسن مارت وش يقول لكن وابنان تاليرا هذا مركو إبراهيم كل يدي ليرا إسماعيل بن إبراهيم تقان لمار لكن علي هدي لنا قفل بقى فهم يسمر مركو حيالا سوى بنانيا للرواد إن لو طوشا عزيز عزيز مروي يور اثنين أو ثلاث سي صحيح وحوي عزيزك ومروي اثنين لبا وحوري الوال مشهورنا مروي فوق مروي فوق ما ثلاثة صدح وحا كبضا وحوري لكن مروي ثلاثة سيدة خاصة وكل غير هيا صح صدح وحوري سيوال حديث مشهورة من الهلي كرا هذه مشهور كايا لبقى يبدو قصم مشهور اصطلاحي وسيدة مارتي علومة إيراهنا هي مشهورة على الألسنة وحلى إيراهنا بس مارتي تدك أمبا أفكي سأل لغاية قانا مارتي حيدان مثلا حاكم إذا وحان أيدان مارتي المعدة بيت الداء علاشة مارتي ومارتي وبيتك وعذر مركا نن حارث بلو كلمد ما لدي جري نن او هذي نصرانية نن او طبيبة وحاس هويركي سواي مانا هذا الرسول ما اهل لكن جدك واسكجو واسك مارت اسك دهاية حديثة مركا مشهور كا مثال كي اوكي انا وحاكم ميدا مارتي حديث كما انت ماركيسا إن الله لا يقبض العلم انتزاع ينتزع من صدور العلماء مركز صحابة بدنا لقوري وعبد الله بن حور العاص وكمدي هاي مارتي زياد بن لبيد اللي يرى هذا السقنا عائشة أيقنا طرق بدنا مركز إيلي واللي بحديث كعمر عبد الله بن عمر العاص مسلم بخاري وإيوري نعم حديث ضدك أفكا أي كذا ها وصحيح هين قار وحا كجر دي موضوع هذا يقار عن بل أقولنا كجر سيدنا مشهور يا عزيز يا غريب كناسا صعدة ضعفي يا صحة من القمة حكومة منا مقع عاسي مكينا سرودة سنة كأم بالا إلى هلنا هدو سرودة صحيحة وفصدانة وصحيح هدي أوفسان ويانا سرودي حسن كأوفسان وحسن هدي سرودي صحيح حسن كالأغوال محوس ودادقة يان ضعيف ودادقة مركة غريب إيو مارتي مشهور إيو عزيز أيغو صحاء إيو صحاء لأنكم متوسنا يان صحاء دي صحاء لأنت حقا نقضونا لنا سرود صحيح والحسن هدي أن كهلنا قانا داسن كردينا صحيح حسن هدي أن ويننا قانا دا ضعيف كالوسو قميا الوسو طوري الكاسونا معنعان هي بركه انكو علينها وكاس ودمين امال انت نوفر عزيز ومروي اثنين او ثلاث كاس ودمين ورده من اول هاي شيابنا هاي معنعان كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم معنعان حديث كمعنعان كاللي يراهدو مثال كيسو كعن سعيد عن كرم اوكل هل كان وحو إشارة باب آدي أدوين وهلو كتبت مصطلحات كوارك دونتا أو حال يرى هذا سيغ الأداء والتحمل حديث كمركة لقصو قادن يا شيخ أو أردو أو شيخ أو كمقل هاي قابك الله قصو قاد وقاب إلي هذا قوم الظهبين هذه مركة أردو أدو شيخيسي سوما قاب أدوش يكتول إيراهدو
أجره أداء ليه قابك حديثك كوجودنا يسوع أردت جذبنت هذا معلمكم سو شيخ يسوع حكم صابر أما دكتور كسو بروفيسور حكم صابر تاع قابك هو حقا صابر تي هذا أردت يسوع يكل ويه حبر كواس اجتهادي قال لكن قابك وقاب أو مارتي علمود يكو استلاحه قاب محيرة وحلوقة مقلة وحلوقة قاطة قام معنا لو كدبيه شيخة مثلا قاب وحلوقة قاطة مده أول رئيس أبوي وإن حديثك أسقو آخر عن مقاشد مالك وحليه مثلا صعب فريسة نسا حدثني نافع عن ابن عمر عن رسول الله كذا وكذا قتيبة شافعي عبد الرحمن بن مهدي حرتي مالك وغفرها بضنا مقرت قاع النبي حرتي مارتي مالك بن وقولي واحلى شيء كربان حرتي مالك عدل دلانيس مرنا والغو اخرنا وحالي احدثك نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كذا وكذا سقونا مرحبا اولي مدهر وحالي هذا صيغة السماع مدان دبنا قراءة على الشيخ علي رهذا هذا الحديث كمركا قدبنيس حال هذا أردك هذا سمعت مالكا يقول ما قال ما حدثنا مالك حدثنا نافع حدثنا من عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن حد واحد شيخ مالك وحديثك آخرنا عاد مقش هدي أردك آخر مثلا شافعية آخرنا قتيبة ينواجه قتيبة سو ما آخر أما قتيبة أخري كوي كلا دقي سنة شيخ لو أخري شيخ ما علي واقر مركز حلل هذا أخبرنا مالك أما حدثنا مالك قراءة علي قراءة علي أما أخبرنا مالك وأسكري هذا كوي أخري كتابك إجازه كوسية مثلا موضعي ما بكو أخرين أما كوما هذا أخرين وإجازه عن أنا كوارنيس عن مالك هذا يسمر مركع عن أنا ذو مركو أمد أقول لي توه إجازة عمل وقعته أما قفكو حاد عكرت واجي هر استلاحا مجرني وحي أو كم قلب إنه عن كواري سوما لكن مرضى بوحى صوب حدد مدلسينه كوه سكلي عن فلان وكلي عن توه احتمال كرتا إنه شيء عن كم قلب يئن ننكل ودخيا واسدا او ماقلي او هبل waxaa laga wariyay oo ku dhay ku hoos gelinaa maadaama ay saas tahay qofka macan cinka wala fiirin hadduu sanika mudallis oo san inta dalisku ama xay inta uu sheekh midan malik ardadi malik wax ka maqla malik kama maqal hadith kaas hadoo maro arday inuu ka wari waa ka faanaas oo xan maligu kule yu hadfi أردتي مالك ميت كم إذا هو كبير هو واحد أسأله كأنا فوني إنه نن كان كمري مالك واسكت تيرني شافك هو قادة مركت بتدليس على رأس وقت أرد جان وكف أنا وحور ما إنه شيء قاسمار تسكب على رأس شيء قاسمير وحكة سوقات هدو ساسو كل مدلس قوي عن أنا هدو كوري لما قادنا لكن هدو س مدلس أهله نثقة قوي هاي نن كان أو لقول ماي مثلاً مالك وكل أي إسألك إنه لقول وعدة أما معاصر الله إسلام مال إسلام جوجين ممكن إنه يقول ما وقت بدنا إسك أقدر وياه مكة إيه مديني مالك كل مكرا على شرط مسلم مركز وكل حديث كيس والق هذانا حديث كمرك عن يكون جرتا وحلا يا معنعم أو وكل عيب سنة وكل تحديث كحدثنا أما أخبرنا ساس قصة وعن عنظان مركوها رددكو اسكو مذي اهيانو بين ما اقون وتدليس ما اقون قلو البا تدليس كانتي قلو ذي مركا لقى احتراسكا وهدو مركا تدليس كان عرق الدون ايا عرق الدون هدو مركا ساسو معان عنو كليه موضوع عاس اسيو الاداء اللي يراد ايا تحمل وكتب هذا مكوو ايمان دون ايو حقا كوو بالامن انتا سدين لقى بدي الدرسكا ما اقالي كرو انتا سبو قابسانين معان عن حديثك اللي يراه هذا وحل جوري كعن سعيد عن كرب ساسو كله وحل جوري
هذا مركع عن هذا ننثقة وتدليس لجوء أقوى أوليها وقاضنا نكا سنة أو نكا كلا أو كعن عننا إسلك كل ما أما إسكو عسر هاي إنه كل مكرين سيد على شرط موسى هذا ولكن مدلس هاي أما الأوجي هاي إنه سنة كان بس أركم بالحوجيو حديثي سلام قاضنا والو مبهم مبهمنا ما فيه ووحى كجره سنة كيسة راون راون أولم يسمى على مرحاه يعني مثلا وحوله قفا وحوله حدثني فلان مثلا كبس وقع سو حديثك الله سبحانه عن رجل عن نافع عن محمر عليه والرجل كان لشيء محوي ومبهم أما فلان على يرمق عيسى لما يقال محمد أو رأي بقول محمد أنا ماشي قال ضعيف قال صحيح قال كل لما يقال صوما مركا حديث كيس مركا ضعيف سموته ومجهول وكسي دري مجهول كما عيسى بلا يقال مجهول كوحوك ربح مجهول العين عينتي سبا لا يقال هل راوية كولي هي مجهول الحال حالة ديسي عدالة ديسة بعض كم مدال أقول لماذا حديث كذو ضعيف إنك سو مجهول حال أما متك مستور ليرال وظاهر كعدالة دي سلي قال بعض إن كان مارتي عدالة دي سلي أقول علوم ماذا قال واللي بقاران رجي هرا طابعين تا حديث كذا يقبلها مرك مبهم كاسا ما لا أقبله مجهول كو كسي سرية عن رجلات لكن رجل كاسا دو عن رجل من الصحابة أبي أترد عن رجل من الصحابة صحابة كلهم عدوله ما قرد وحاقول الله ماذا رجل كسنة كبكو مجر ما تلوه كجرة أنا ساوحن لي مثلا جاء عرابي دخل عرابي المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخضب مركاسه الرب دون ويسي هلك المال والعيال فادعوا الله لنا يغثنا يعني أنا ساحديث كنا ورنا يا عرابي وحمان كورنا مي كونه مطنق أو كل حجره وحديث كسببه أها حديث كالله عفو كينيسا ماي مرك مبهم كمرك واحد يواي ومرك سنتك وكجر وعن رجل انت وبشرط كمان الا يكون صحابي هذو صحابي هي ابهام كيسة ايو جهل كيسة محمد الله نعم وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل هل كان العالي والنازل وحل ايران كلهم وانا بحثي وأنا بحثي ما أنت ما أركيس سندك ما رأتي قطع اللقوة بحثي سندك ما أنت ما أركيس قطع اللقوة نعم مركا سندك قطع اللقوة مثال أنت أنا بيتك قل أنا صورة ذي كسيب بخاري حديثه مرورنا حقورنا قتيبة مالك عن نافع عن عمر سينا قبل قبر حس أفر سما حديثه مر ورنا يا وحوكار مثلا مكي بن إبراهيم ننكله يا عن يزيد بن أبي عبيد عن سلامة الأكوع صح مكي بن إبراهيم عن يزيد بن عبيد عن سلامة الأكوع عن رسول الله ما قال سينا قبر حس جزاك الله خير ما قاول حيسة صدح خير مر محو كورنا يا حدثنا الحميد صوفيان يحيى بن سعيد الأنصاري محمد بن إبراهيم التيمي حلقانة بن وقاس عمر بن الخطاب ما قاسينا قول حيسة لح حديث كان لح قول حيسة أصلي النبي عليه الصلاة والسلام مركي الله إيه حديثك ابن عمر مركو كوري أفر أولا حيسو حديثك ابن عمر محونا قونا عالي حديثك عمرنا نازل صوته رقع فرب مركي لو أقا حديثك أفر أولا حيسو ابن عمر إيا حديثك صلاة الأكوح وصدح كان حيسر يا علوية متك السنة كقابل وصدح أولا حيسو عالي لها. كان سنة كبدان محالي لها نازل ساسو أكلمه مركا حديثك حالة فيرنا
نبيكي أذق أنت دحيس هدي ترير أيدين دحيس سيد البخاري وكل إنه ثلاثيات أو يشوف إمام أحمد هذا ثلاثيات كسر أسوق نوري لبعتن موليه نوري لبعتن البخاري ليه إمام أحمد نحوجا بوليه ما قرد شافعي وكل واحد عادي إنه ثلاثيات عن مالك عن نافع عن عمر ما قرد مالك وثلاثيات عن نافع عن عمر ثلاثيات نواجر أي رباعيات ما قرد مركا هدي أت ما بيجو كل ما ودواتي سنتكم حون قنايا عالي مر على مركو سنة ما بيجادن نازل الله قنايا إلا هذا حرق أذوق عب روا سدح مرك نوجرت مسافة أنا بوجرته وعيرته سوما أفر مركا كتر ستنا وعيرته ليح مركا كتر ستنا وابضنته نعم ساس على قول وكل ما قلد وكل ما حديث كسر ماذا سحديث كأن قنا سكجر هذا مثلا حلينا حديث كاس وسلم لحق أوري ومكي بن إبراهيم عن يزيد بن عبيد عن سلامات الأكوع وكوري كل قصدي صلاة المغرب وقت يسوق صعب صنع ثم وعالق البخاري هشت عوالد البخاري مد هو وين وين ثلاثيات كو الرباعيات كان وكو كحجة خماسيات أو كحجة سداسيات وقد يكون له سباعيات السداسيات وبلاي حديث كاسابة كمد نعم هاي وضدها أسقوا حال ضدها عالقة ذاك كاس الذي قد نزل الدقي ورق بضن أول حياة كاسنا أصلا محل السنة كيسوا النازل نعم وحد عكر تحديث لفتيسة طريق هدو مرنا إنه عالي أو نقضى طريق هدو مرنا إنه نازل أو نقضى عكر تحديث لفتيس ما قال أيا وحد عكر طريق أتكمل مثلا بخاري وهكذا مركو مرك قاركود أصدق إيه شعبه أما أصدق إيه سفيان الثوري هل نباقوا الحياة مركو آدم بن أبي ياسي محاب بن كثير آدم بن سعن شعب مركو ورنا محاب بن كثير عن سفيان مركو ورنا هل نباقوا الحياة مربرنا شعبه ولبن أسي مريا غند حوسي مريا محاب بن بشار محاب بن ثنى عن محاب بن جعفر غندر عن شعبه مركا هديئو شعبه إيه سفيان أي هل قد حياة ee markaasna sanadkooda ayagana u gaaban yahay sanadkaas waxa waa sanad khatar ah oo noqonaa marka kudusa ee marna hadda bashaaxdu waxa la qirtay ninka asagoo weyn marka uu la kulmo xogga xadiis uu ka qaadanaya xadiis kala dhaafaysa ardadiisii waa weyn oo ka qaadanaya markaas xadiisku marka mubaasharata uu qaado abu aasim an-nadhil ma aragtay al-fadl abu nu'aym al-fadl ibn dukayn عبد الله بن يزيد المقري مكي بن إبراهيم بخاري وكلا حديثه وحين قنا يعني حديث ناز عالية لكن هذا أرديس يكقاطو إسل الحديث كي لم تسمع حديث كروك وطلع ما يهلنا كردا يا حديث علم هذا هو الرادي جرا نبى وحيون أسوى حديث رادينا أيو حديثك هو كوري أبو صالح من كلا أدحي أبو صالح هلا بنا أودحيس مركز سهل من أبي صالح وين وحول الحديث عن كم قلة أبها يلا بنا نقلة وقدم بس هل إن إذا طور له أبها إذا شك مركز لبنا بكاتورة نكو أبي كوريان بكوريا لبنا نقطور السنة كي هل علوي ورادينا لب علوي وبمارته وجد مركز الحديث كي وشاء مرك علوي وحوي وكل ما مرك علوي وحاجرة علوي مطلقة وعلوي رسول كله قرب من الرسول هي علوي نسبية وإمام وين مرك أدوات بخاري وكلا دا أدوات شعب وكلا دا أدوات مالك شافعي وكلا دا أدوات صوما أي ماذا سوين سفيان الثوري سفيان عيينة وحالنا دا علوي نسبية لنا لكن علوه مطلقة وكان رسول كله دواري عليه الصلاة والسلام هذا تفاصيل كلها نخبضها كعرك دونتان انتان هدي انصارنا مركز كما بدي كرنو علوه نوح هذا مهم علوه هذا هذا كما انت معرك يساقه ترسيجيرا مارد
وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. وما أضفته واحد ترسل إلى الأصحاب أصحابتي أو من قول قول وفعلنا فهو أسق موقوف زك الله يقان. وأنا مركن جروب هذا سويدني مارتي مرفوع أي موقوف كمركن كسر شيكين وحمد هني موقوف كنا كجروب. وما أضيف لنا المرفوع وما لتع الموقوع مرك بيت كان له كحجيال المرك لكن أنا كويس جدا مسك جروب أو محاك هذا إن قول كان عدل له تيري ما نبي قال عليه الصلاة والسلام الصحابي مسوى تابع إنه ضعيف يا إن خلي حجيل ولا نقنا يا حسن شرودي صحيح يا حسن هذا حسن كوفيانا شرودي صحيح هاتي قرأي صحيح كده هذا تي حسن كوفيانا وحسن هذا كوفي قانا ديك شو به قانا ضعيف كوساشو وحمل واي قانا ضعيف كانوا كوساشو يا وحس عواي اللي ما يمشي حطها في قانة الضعيف في قانة الضعف مرك هذا وابكاس وحنا النبي قال له صحابي قال له الله فيه قول يفعل به موقوفة لو يقان مثلا قولك وحاكم ذا صحابة هذا الكي هذا الأو علي بخاري كول يحدث الناس بما يعرفون تتكى وحي يقانين ومسكح ذو قادة كرتو الشيء أتحبون أن يكذب الله ورسول إلهي رسول كسين لبيني ما ربطا مسائل دقيقة وذاتك مركع مسكح ذو إسقاري ذاتك مركع صلوك ما شاوك هديك لقارك في ذنوبك وحي طلبة العلم ومتخصصين تقال الله شاوك مستواها أبقل لا ما شاوك ولذلك أكتن حديث معاذ ونبي عليه الصلاة والسلام حق العبادة على الله إذا لم يشركوا أن يدخلهم الجنة ما هو شيء قال لا بركوا لا في التكلم أنا عامد الله ما الشكل لكن تذكر أهل العلم قال مركب لا تحليلين يا الله شكل إلى هذا وحلو قد إذا قفك الجنة ظهرك الجلاء وقفك مقتصد بارع مصابك بالخير ما قفك ظالم كفرائش اللي يعي واجباتك ولو توحيد وكون تحت المشيئة إلى دور ودم دافكرة هدي للربو انتو دنبيكي سمركي لغو قوي ولا عقابه هدو توحيد خالص كل انت جنة ده ما اوهي سمركا نار تقوار ما يسده قال ساسا لو توجي لكن عمد والو دو دوبا اما الله ما بشيقه بس ايسا عمل كيسا قداف هدي كلو حليب حاسنا ما بجنة بهتان قلال هدو هدو سراد الله انتي محاسده كفر انه اتحابتا دعقا انتو اسوه موضا انو توحيد كسوغين الا عمل الله انت يذنوبه لو دحجرو واجباتك لو تغو ماشي جوج ماشي يكون دلن دلينه وعدات وكو قاده المعاصي بريد الكفر سنه سو كو ود كفر قانه دي سي بوسدي سي كاتوره والعيال بالله مركه ساس وكلا معنا علي ساس كو دار رضي الله عنه موقوفك او فعلك انا بخاري وحير واما ابن عباس وهو متيمم اسوق قبيسان ددك امام امه تا وحي كتسنسا تيمم إنه كامل ظهاره وفق هذا السبب شرعي هو قبيس وظهاره كامل أول ويسدوا كل دورة كراء بدكو إمام ونقو كراء ما قرأتي هدو بيا مالا كدو إيو واسوع لنا إيو وحاسوا نوال غراج حسين هذا كتو السنة الصحابة هدو وقفك النبي قال لك كل ما عليه مؤمن به وإسلام كل متالي رحمه قولك هذا بركة محجة مسح جمع أهون علماء وايكم مربان لكن أصول الفقه الغبح فيها لكن هدي أنصار خلاصينه هدي قول كصحابة أنتو يراهو صحابة لن يكوا فقدوا إجماع النقطات وحجوا شكما هدي صحابي كلا أو خلافه أما صحابة كلا أي خلافتنا حجما هدي لكن أو قول أو يراه قول كاسن هذا واحد موافقه عدنا أن لكن وح مخالفنا عن الأركين وقول كيس مخالف وح مخالف أوجرن علماء واسو خلافان لكن سيدة راجي حمرقاس حجوة سيدة أنصار مرنا وحاجر السحابيه هدي وحن رأي مجال كذا هين أو كهذا له أهل المستقبل كغيب كقصاب سن أو كله وحيالهاس هدو كهذا ما أسرع الساعة
ريبن إسرائيل يكتبته هرنا أصحبك قاضن حديث كسوح ونقنا مرفوع أو حكمي ونقنا سيدي مارك حديث كابن مسعود من أتى عرافا أو ساحرا فقد كفر بمنزل على محمد لفظ ابن مسعود بهلا هذا لفظ أهان لكن حكم وحديث وير النبي أيوه نقول عليه الصلاة والسلام سوته صحابه وحاس دوس النبي وسك وجان وجان كر ابن مسعود نبن إسرائيل وحمك قاضي جيرنا وكل هاي أنت أصلا ما أفسينا سوته أنت عم حكى بدل ما تحمل كر وما أضفته وحد اللي في سمعنا أتيرسي الله فما حنا إلى وحاس هبل يروه الله فما أساس كون واحد أتيرس ومن سبيس إلى أصحاب أصحاب أو من قول قولة إيه وفعل فعل تقرير كان وحاوي أنت هرتو ذل السمي ويرى تابي وحي رفع الله كذا وكذا أمام أحد الصحابة من أن إنكر وتقريره فوكاس موقوفنا زكين أي الله يقن زكين بمعنى قرفة لا يقن نعم ومرسال من السحاب سقط وقل غريب ما روى راو فقد ومرسل مرسلنا ما واي ومرسل مرسلنا السحابي سحابي با سقط منه كرعي ووحي حديثك او سحابي كرعي وقل غريب وحاد كتر هذا ما رواه راو فقد ووحي هل راوي او غريب تعريف كان مركب وحي كمتها meelaha maanta ma arkayso lagu haysto sheekha oo wuxuu leeyahay saxaabiga hadii uu dhaco oo ninkii taabiiciga bis oo saxaabigi aan la sheegin ayaa mursal la yiraahdo taas waa lagu weydiiyo waxa la yiraahdo hadii la og yahay waxa dhacay inay saxaabi og yahay ee saxaabada jahaladeeda dhib ma ee mursalka saxaabiga kaliya ma dhicina waxaa dhici karta saxaabi iyo taabici kale inay isla dhaceen ama saxaabi iyo laba taabici iyo saddex ilaa afar ilaa shan saddex saa darta waxaa la leeyahay sheekho maaragtay tacriifkan waa laga rooya walidaalika suudi muxuu dhahay markuu maaragtay mursalka uu tacriifinayay ha almursalu almarfuucu bitaabici أو ذي كبرٍ أو سقط راوٍ قد حقه المرسل المرفوع كان لكوريا بالتابعي تابعي حديثك النبي أتيري مرسل لما حلو أقول بحي حديثك وحال رمسانتك سترتب إن الله كحي أو سيمر صحابك أو سيمر ما اللي حمرك ومرا يحديثك واطوري واهل قاد أو سيمر ماش أنا أهل قاد ما أبان أن يطورد حال ربي حديثك أسوق وتحاشى إنه بيجي لك سوما مركز أساس مرسل له بحبا وحلا طوري ولا جميوا ماشان سرعة يدق دق لغام بان أنت أني الله بان سوما سادرت أيوة ضعيف كون نقطة سادرت إنك مركو حو وحوي أو تعليقنا مرسلك وحوير ومرسل من فوق تابع سقط تابعي وحي كسر ريهم بعد وحا سحابيين وكجرا دور تابعي ودع انه هل تابع لا سقط وممكن لا وممكن صدق وممكن هذا تابعيال كسر وحا احتمال كرت انه ثقائيهن اما ضعيفين لما كلوا سادرت ايا اهل العلم بالحديث ما قرت الإمام الشافعي لماذا أصولك أساس كود أهل الحديث كان كميدا أي مرسلك وحكو حكمان إنه ضعيف لأنه جهالة كجر دد كان حدفا صحابي قد نبمر لكن حالي عكرت وحس حدفا صحابي في المصنع وتابعي يتابعي كلا يتابعي كلا أي حدفين أي قرى قد يكونون ثقات وقد يكونون غير الثقات يا دعي عكرت علماء ذكره إمام مالك أبو حنيفة وحجيسين هي رواية عن أحمد لكن قول كشافعي على الحديث هي حب لكن مرسل كوحاجر ملل حجيسته مركزا وحي أسر ديان قفك مرسل كحديث كالدري هرتا وإن ما أنت ما أركيسا قفكم مرسلك وحديثك الدري
وإنه تابعية صح ولبا تابعيته وابنه وأنا قف لقيا قانو حدي حديث كأو الدري لجل هذا قف كي كوسا كي الشيك إنه قف في قام بقى حابه وإلى هذا قف كاس تقضى الشيك مدى كلو واقف هدي أو حفاظة أي حديث وضوريان بدنا حفاظة وافق كاس واقف كمرسل كاس شروديس نن أصغوا مركو هرو شذوذ بدر مقرد أما أن تابعي بقى عن أهين مقرد أما مركي لدي حديثك يا كوشي ضعفاء مقعابي حديثك سلام قادنا كنت أسل بخاري وحاول هذا برر الإمام الشافعي تنكلي مرسلك وحال حجي سكر إنه مرسلك لحوجي أو طريقك للقوري قول صحابي إنه حوجي حديثك لو مسند إنه حوجي يقول ماذا فتاويه يعني حديثك لو مرسل ولكن طريقك لك سؤال حديث مسند أو صحيح مسند أو حقا لكن ضعف قيس أو محتمل أو قول صحابي إنه أيده أما علماذا إنه مذهب كاسعيره تقال تاسن ولو أيدك مرك مرسل كسير صحيحة وضعيف واي هدي وحوجي أن له لكن وضعيف كنو عيالك كم كروان نو عيالك اللي تكمي ومرسل المرسل منه الصحابي سقط مرك تاس مدينة وحان لنا هاي سيد أويري شيخاني ومرسل من فوق تابع سقط ومرسل من فوق تابع تابع كركيس وحي قدم بي أيا سقط وحق دحين هل يلا وقل وحاتر هذا غريبنا ما روى الراوي فقط وهو حلق في أولي وأنا كي جروب كي محنها ليش إني غريب ك خبر كقابك أنجسه قارة درق أنجسه قارة ترذو ذي يرانتو أيا نمارتي كهذي وأنا كو قايبيني متواتر يا أحد أحد كي مقانو قايبيني مشهور يا عزيز يا غريب غريبكم مركوا حلق له مثال كي سنة وحديث إنما الأعمال بالنيات سببتها وحوي لقب بالله محمد يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد إبراهيم التيبي عن علقمة بن وقاص عن عمر انت صورنا ومفارق وحكى للموضوع وحكى له حديث ابن عمر نهى عن بيع الولاء وهبته أسقنا عبد الله بن دينار بس يا عمر كوري كواسو كانوا حالة رهلا غريب غريبكم مركا صحيح وانا قكرة ضعيف وانا قكرة حسن وانا قكرة هذا هو سرودي صحيح أفضل سيدة حديثنا من الأعمال بالنيات حقيقة شو بينا أي حديث نهى عن بيع الولاء وهبته يا قاندة صحيح هذا هو حسن نقضه قاندة حسن هذا هو ضعيف نقضه قاندة ضعيف لكن وحيدنا غرائب تبضنا ضعيفة أو بضن علماء ذو هكذي جيرين غرائب تحديث كل فهراء هي وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال بردين كيك عنا يا حوا رجع حوا اللي قلت لك بيت كان قصاق تبيت كحيك بس وكل ما لم يتصل وحن حريصا إسناد وإسناد كيس بحال من الأحوال يا إحنا انقطاع كجر منقطع الأوصال إذا وما تحبنا جرتر مركب منقطع وحوي وإله سلتك أول اتصال السند شرط هذا موقت وعكس الاتصال السند سند كي ما حريره لا وقفون إسحار كل وصل كل منا كل مثلا هدو قتيبة عن نافع نقوري يا نحن كم قن يا مقن ما لقى ماشى كم أما هدو حميد أو كوري عن يحيى بن سعيد الأنصاري يا كم قن ماشى يا شيخة صفيه من عيينة ما شاء الله انت اسقفت هذا برو قرسة سمينيسة مركة لكن بشرط انقضاع وانو حلقف كلي اوية هدو لبا اسكو حكتين ومعضك صوصع لكن انو حل ميل كلي اوية ولو دور ميلوضو كال سنة كميدها ككلا قناد لكن ولبا وانو سنة سنة حرير هدو لبا سنة حرير تو مقع صوصع دو معوق قالنا معضك وقالنا انقطاعنا مرك الله عفيه وكينه يا سيدوا كلا إرسالك الله عفيه وكينه محقول على إرسالكنا اتصال سنة كم هاي كنا انقطاع محقول على اسمه اتصال سنة ما هاي وحنا عندنا شروط صحيحة يا حسن كيكا كيكا قف ما يا مر هذا مرك مصطلح قام كيس فهمتي السجدة واحد سكود برد لكن هدي أنت مرسل على سطور أنت منقطع كاس حقدوك الرعد أرد
لكن مركز سائس وجود برد وحوي أذى قدر مسكح هذا جوز تين قنا ماله ورعضه يعني وكل ما لم تصل وحن حر سن سند وسند كيس سند بسند كيس بحال من الأحوال أو معنى انقضاء كجر وكل جوني لبنان أو نسر كنا وحسك ورئيس مقدع الأوصال مدح من الجنال إذا مقدع على رداه وأنا أنواع الضعيف كوميديا أو هذا مركز نخبة قارتها وحركة نسان حديد كمردود كسبب الرد إما ضعف إما سقط في السند وإما طعن في الراوي أما السند كوحا كجرة لعتان أوننا ماشي كما قال سند كحركيس اتصال سند كجرة أما الراوي أما عدالة ديس أما لبد ديس لطرق وأما وحالير وفاسق ما هو مبتدع ما هو حالير وسيء الحفظ مقرد أما وحالة هاي أمارة شديد الغفلة وحاب مه يمه من مؤغالي تاسوك والمعضل معضل كان الساقض وحيك دعوة منه أسغ إثنان لبا وحيك دعوة نص كان كجوتنا معضل وأسل صقدي أسغل نواعي الضعيف منقدع وحوي دعيتانك حلن أها حلن أيوها لبا دين دحي وذلك دحي سنة كدحديث ولو مال كلنا هو وجر لكن وحلن وحلن لبا إسكي حكت معه لبا إسكي حكت دين نقدر محلنا معضل سبطو معضل كوحاوي إعلالك وأوحى مركي دالان مو مشكلة سوقفك حديث كيف دالنا مرسلك أو كسي درني مرسلك حوا مركو سود وادو طور كنا دحدي أو كأكل قل مركا ذكنا حديث كحقي أوراح له ما أنت نبلا أنت هلا قلت مركا من أعضله قفك مركو دالي أسجده لبنا حديث كيف كان حديث سجده سنة كيس قاق لفوريا لبنا نوم قال لبنا حقي كينة هل هدوية وحدة كت الرواية كلو حون إن كهلا شيء لبنان وسنت هي كم قط ما له هذه ملا تسوق كلام والمعضل معضل كنا حديث كمعضل ليرال الساقط منه اثنان لبنان ويسكحك تاع كذا معنا على التوالي يجو يسكحك تاع على التوالي أيها شردي الساقط منه اثنان أسوق ما أدري لكن على ذي على التوالي لبدو وما أنت معرفش يسكحك وما أتى مدلسنا معنا لبذا كل بيدو كحجة وعشر كبريئة والله أعلم صلى الله عليه وسلم.